الجزء اللي انا لسه ما قريتش جزء تاني يعني، هو لسه من بابا من قريب بس بس في كام عدد. هو اول مره اعمل يعني جزء تاني لحاجه، فكنت خايفه ان انا ابقى نسيت فريده او يعني او اعملها بالظبط هي يعني. ما فيش حد في سنه ما بيتغيرش، كلنا بعد سنه بنتغير بس مش يعني قوي يعني، مش اللي هو نبقى حد تاني. فدي كانت حاجه يعني كنت قلقانه منها، بس يعني الحمد لله السكريبت سهل عليا. افتكرت الفريده ازاي؟ افتكرتها ازاي؟ انا كنت اصلا الجزء الاول بكتب نوت انا في كل المشاهد، فده طبعا فكرني، وكان في تكس فريده انا سبتها وفي تكس شلتها. انا لما قريت ده انا عندي واحد صديق ليا كده مامته اجنبيه، وبيقول لهم انتوا جبتوا دي منين؟ انا عمري ما شفتها عشان يعلموه عربي بيتفرجوه على كرتون. الولاد اللي بتتفرج على كرتون مدبلج باللغه العربيه أيوة بيبقى كلامهم كده. هتسوق سائق بتزعل، اهرب سائق، احنا كلنا فاكرين. لا وكان في كونسبت كده اللي هو بدون احساس، اللي هو يلا نصعبها على نفسنا يعني. هو معانا اطفال، طيب هنعمل كاركتر بدرة، فنخش على الاكونت بتاع بدرة اي دونت سبيك عربيك، فاحنا هنجيب بدرة وهنعمل لها مشاهد بالعربي يعني، فاهمه؟ اللي هو طب احنا سيزون 2 هنجيب توأم بدرة، وهنجيب حاجة هنجيب توأم ليلى. كيف تصعبها على نفسك؟ بالظبط. بدرة تتكلم كاستنج، وهو الحقيقه تعب جدا جدا مع الكاستنج دايركتور واستاذ وسام، بصوا على كتير، وبعدين في الاخر يعني بيعرضوا علينا كده اللي هو خلاص، هو خلاص عمل تصفيات والتصفيات وبياخد راينا، بناخد رايهم مش بنعرض عليهم. معلش في حاجه مهمه، بس في حاجه مهمه اللي جاي تسالينا ده احنا هنوريك. سالينا احنا. انت عارفه لينا؟ لا اب على اب اسهل شخصيتين في الكاستنج اخترتهم انت وجيسيكا. من اول ما دخلوا الاوضه وابتدوا يتكلموا انا عرفت ان دي هتبقى فريده، والثانيه اول ما دخلت عرفت ان دي هتبقى امينه. اللي تعبوني الباقيين، ان اختار فريد وشريف والصغيرين دول اللي قعدت فتره مش فاكر قد ايه، يمكن شهر بنفاضل بين ده وده، بس ده في ميزه لا ده في عيب وده في ميزه احسن، واقعد ادعي يا رب اكون اخترت صح. وفي الواقع انا اخترت غلط في الاول، اخترت حد وربنا الهمني او مش فاكر ايه اللي حصل، فروحت مغير في اخر لحظه. كان دور حمزه، ما كانش هيبقى حمزه، ده شريف الولد الكبير. بس انت وجيسيكا انا ما فكرتش مرتين. فاكر لما انت دخلتي وعرفتي نفسك ورحتي قاريه المشهد، وبعدين قلت لي ممكن اقول حاجه بالانجلش بعملها مسرحيه مش عارف في المدرسه ولا ايه، ورحتي راصه انا خلاص على كرسي احمر. الاوديشن لا الاوديشن بتاعي ايوه لا انا كنت بتفرج على فيلم، وكنت حافظه المونولوج بتاع واحده في الفيلم، وكان بالانجلش فقلته يعني الحمد لله ظبطت معايا. لا بس حاجه كان بباباها يا جماعه. لا انا كان عندي سؤال، هو سيلف سنترد شويه، بس ايه كانت الامبريشن بتاعتكم على الاطفال عموما؟ اكيد كانت حاجه صعبه ان انتوا تختاروها، وانا متاكده ان انتوا كلكم كان عندكم اي سي ان ات وكان عندكم راي وكده، وايه التشالنجز اللي يو فيس وانتوا بتحاولوا تختاروا العيله والاطفال يعني؟ شكرا. عندها مستقبل كمذيعه اكتر من ممثله. انت الاطفال دول الاول ولا لا؟ ايوه. عندهم شخصيه طبعا. لا مش بس في المسلسل، في الحقيقه كمان. فاحنا بنختار من الاول واحنا بنكتب، خلاص احنا مش مهم اللي بنكتبه ده شخصيته عندها كام سنه، المهم ان هو كاركتر. فالكاركتر ده عنده مواصفات، عنده مواصفات في الشكل، عنده حاجات بتخوفه، عنده حاجه بتضحك بيعملها. فكره ان انت بتعملي كده وتقولي هبحبح ايدي في الاخر، بتبقى فيه ليميتس من السيلز غصب عنك بتبقى عليكي، فبتبقي as much as you can ان انت تقدري تحطي elements جديدة. مش لازم تبقى على فكرة فلوس، ممكن تبقى characters جديدة، ممكن تبقى حاجة من عند يسر ورانا جديدة في الورق، ممكن تبقى حاجة لأسرة كامل العدد، عيلتي التانية انا بحبكم قوي يا جماعة، وشكرا بجد شكرا. وكنت عايز اشكر Creative Summit. لا سافة جامدة بصراحة، لان كان
شكرا. انا ما يعني ما حدش قال لي اني هتكلم يعني. هي رحلة حلوة يعني. شكرا رجل مصر من الأول خالص، كل الناس الكاست والكرو، كان في أسامي كتير قوي طبعا مش هقدر أقراها دلوقتي، بس من غير الروح والحب والشغل اللي بقلب وحب ما كان كانت الدنيا باظت يعني. شكرا والله العظيم. طبعا طبعا. لا لا ده من سيزون 3 اللي انا قريته. اللي انا قريته هحكي لكم اول 4 حلقات. يلا يا جماعه اكسكلوسيف على مسرح كريتيف. اتفضل يا استاذ. لا الحقيقه انا اول ما قريت يعني اول حلقتين اتخضيت. انا مش عاوز اقول حاجات دي خالد بيقلا يقول لا ما انا لا ما انا اكيد مش هحكي لك. انت عايز تبوظ لنا الدنيا. انا اصلا بقعد حلقه حلقه متضايق. لا مش هقول حاجه اكيد. ما تقلقش تقلقان مني بجد. لا انا لما قريت فعلا حسيت. طبعا انا بتخوف برضو من فكره الاجزاء لانه احيانا بيبقى خلاص بقى هنعمل ايه. طب ما ده قلنا شبهه طب ده. انما رنا ويوسف فاجئوني بحاجات حلوه قوي مش هقدر اقول احساسها حتى. يعني اعتقد بوادر النجاح باينه من قرايتي. كلمه اخيره تحب فيها سبب. انا عايز اسالك قبل ما تخلص احكي لكم قصه بقى.